السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، اليوم جايب لكم شرح لمهمة برابر ذا بنكر بارت 1 وبارت 2. طبعا حق المهمة ما راح تحتاجون اي ماب، اهم شي تحتاجون تعرفون خريطة ريزيرف. طبعا راح افتح لكم الخريطة وراح اشرح لكم بالتفصيل وين تروحون وين تدخلون وين اسهل مكان. فيا قبل ما ابدا بشرح الفيديو، لو واجهت صعوبة المهمة في رابط ديسكورد حق سيف العربي راح يكون تحت بالوصف، وكذلك الديسكورد مالي لو حبيت تكلموني عن الخاص. فيا خلينا ننتقل للشرح اول شيء. طيب شباب، الحين انا بنص ريزيرف، ما تشوف هذه الهليكوبتر. طبعا كل شيء وانا اشرحها راح احط لكم صور على اليمين او على اليسار وين مكاني بالضبط وين تحركاتي. فالحين انا بالطياره راح اسد ورا، راح اروح هذا الوايت بيلدينج، مش متاكد شو اسمها بصراحه لاني مش خبير بالتشيس، بس اعتقد وايت بيشوب. راح ندخلها، راح نروح يمين، راح توصلوا عند هذا الباب. هذا اول بنكر هرمتك، بنكر دور سوري. فالحين راح اشرح لكم بصور الاندر جراوند عشان تفهمون وين تحركاتي. الحين راح ننزل لتحت، في ماي منه، راح بس نط فوقه، راح نكمل سيده. نصعد لفوق، ما عليك تتقدم قدام بس توصل للباب، هذا الباب ننزل لتحت. ما راح ندخل الباور هذا سبلاي، راح نكمل على طول. تمام، الحين راح نلف يسار، هذا الباب الثالث، بس تمشي عليه راح تشوف ما راح تحتاج ماركر ولا اي شيء. من نشوف كذا راح ننزل لتحت. نروح ليمين، طبعا هذا هو الباب الرابع، وللي ما يعرف في مارك روم داخل راح افتح لكم، هي الار بي بي كي مثل ما تشوفوا فاتحينها انا الحين. هذا ريد فلاين فتحته، خلاص من نطلع راح نروح للرايت، راح يكون اخر باب لينا. هذا اخر باب، فالحين من تخلصون راح نرجع. راح تشوف كلمة ويلكم تو هيل، ننزل لتحت. طبعا مثل ما تشوفوا الحين راح اعطيكم المكان بالخريطة. طبعا الحين اول ما توصلون من هالمكان راح صد على اليمين ستريت، كمل. طبعا بنكر بارت 2 خلصناه، الحين بنكر بارت 1. راح تدخل، راح تشغل الباور، راح تدخل هالغرفة، ضروري ضروري تدخل هالغرفة ولا الدكتور ما راح يخلص. من تدخلها راح نرجع لورا، الحين راح اخبركم اكستراكشن الدي 2، نرجع وين ما كنا. راح ندخل هذه الغرفة، طبعا اليسار اللي هي الماركت روم اللي كنا فتحناها. راح تصعد لفوق، راح تاخذ راي. راح ننزل تحت، راح تشوف كلام روسي بالاحمر، بس راح ناخذ تحت. راح تضل ماشي سيدة، ما راح تروح، سهل جدا الاكستراكشن بس عليك تكمل سيدة لانه ما في لفات. بس وحدة راح أخبركم وين هي. راح ندخل من هالجهة، طبعا الحين راح نلف يسار على طول، هذا الكلام نمبر 2. راح نروح يسار، ما راح نروح يمين لأن من هناك ما في شيء، في سيف بس الاكستراكشن الحين أهم. راح ندخل من تحت،
طبعا هذا المكان شوية فيه راتس يكون فيه، فانتبهوا وانتو تطلعوا. تمام راح ندخل من الجهة، وهذا بيكون الديتو. طبعا راح تضغط هذه الفتحة راح تطلع من الديتو اكستراكشن زي ما تشوفون على الرايت. وبكذا يا شباب خلصنا مهمة بانكر بارت 1 وبارت 2 وكذلك الاكستراكشن الديتو حق اللي ما يعرفه. وشكر لكم، لو في اي سؤال ولا اقتراح لا تنسوا بالكومنت، ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا للمشاهدة. See you in my next tutorial.